السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أعزائي المشاهدين في كل مكان، أحبائنا وأحباء صائد النجوم، حلقة جديدة من صائد النجوم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة طبعا كالعادة كل جمعة طبعا، وربنا يجعل أيامنا كلها خير وليست الجمعة فقط، ربنا يجعل كل الأيام القادمة لمصانع الحبيبة خير يا رب العالمين. الحلقة كالعادة مميزة، ولكن النهاردة بتمتاز بضيوف ليهم طابع خاص، ضيوف كبار مهنيا وأخلاقيا كمان، ضيوف هنتكلم عليهم كتير قوي النهاردة والحلقة، وهنتعمق في مشكلة كبيرة جدا، وهي اتحطت النهاردة عنوان الحلقة، وهي الحفاظ على المدربين في كرة القدم، المدربين المصريين. اتكلمنا كتير جدا في سنوات كتير ازاي ما عندناش النهارده منتخب النهارده يمثل كاس العالم، يمثلنا في افريقيا، نكون مطمنين ان احنا كل مسابقه ندخلها او كل مسابقه نكون متواجدين فيها نكون واثقين او يكون عندنا حتى اليقين ان احنا هنعدي الادوار الاولى. ولكن للاسف الشديد فتره كبيره جدا عدينا بينها ونسينا من بعد طبعا كاس افريقيا كابتن حسن شحاته والثلاثيه اللي حصلت عليها، ويمكن كانت اول مره تحصل في افريقيا تحصل، بقالنا كتير جدا بنعاني. فين المنتخب الساجدين؟ فين المنتخب الرجاله؟ فين اللي بيطلع لنا من قطاعات الناشئين للانديه؟ وده للاسف الشديد ما بينطبقش على نادي واحد في مصر، دي بقت سمه موجوده في كل انديه مصر، ودي حاجه تخض وحاجه تقول ان احنا الفتره اللي جايه هتبقى فتره صعبه جدا. انديه العالم كلها، اتفرجنا على كاس العالم اللي فاتت وشفنا انديه كانت بتخرج من اليورو وكانت ما كانش ليها تواجد في الفتره الاخيره، زي ايطاليا مثلا في كاس العالم، اكيد لما من ساعه ما ايطاليا خدت كاس العالم والارجنتين من ساعه ما خدت كاس العالم وكل الدول الكبيره اللي اخفقت في كاس العالم جت في فتره من الفترات ووقعت. طب هو وحده كان سببه بايه؟ اكيد ان هم اعتمدوا على جيل معين وهو الجيل ده اللي هيفضل موجود. الحياه مش كده، وكره القدم مش كده، والرياضه عموما مش كده، في تسلسل اجيال. طب انا احافظ عليه ازاي؟ اكيد لازم احافظ عليه بكوادر جديده. انا معاه كوادر ومع تغيير الكوادر مفيش مشكله، ولكن الخبرات ما اقدرش ان انا استثنيها خالص عشان اجيب كوادر جديده ممكن تكون المحسوبيه داخله فيها والوساطه برضو داخله فيها. وده اللي بيؤدي ان النهارده اختياراتنا للعيبه وللمنتخبات الصغيره والمنتخبات اللي موجوده في اذا كان منتخب 2006، منتخب 2000، منتخب 2003، منتخبات الكتير اللي للاسف الشديد كتيره جدا في مصر ولكن بلا فايده. ازاي بلا فايده؟ هنتكلم على كل ده ونتكلم عليه النهارده بتفاصيل. مش عايز ان انا يعني اثقل على حضراتكم في المقدمه، لان فعلا الضيوف يستاهلوا ان مش يبقى حلقه واحده، حلقه واثنين وثلاثه. خبراتهم في قطاعات البراعم والناشئين خبره كبيره جدا، لان هم اتولدوا براعم، اتولدوا ناشئين، اتولدوا لعيبه كوره، بذلوا مجهودهم عشان يوصلوا لاكبر الانديه المصريه والافريقيه واللي هتمثل بطوله انديه العالم، النادي الاهلي المصري. دي ضيوف كبار جدا بيمثلوا ضلع اساسي في الكره المصريه، قطاع البراعم والناشئين اللي بنفتقده للاسف الشديد بقالنا فتره كبيره. عندنا مدارس قويه بس كانت ما نقدرش نتكلم عليها دلوقتي لان هي بقتش بيها هويه. كل قطاعات البراعم والناشئين النهارده المحسوبيه بهدلت القطاعات. كل النهارده مدرب او كل رئيس قطاع موجود النهارده عنده ابن وعنده ابن خالته وابن عمته لازم يكون موجود في القطاع، لازم التسلسل عندهم يبقى شغال، ودي خطوه مهمه للاسف الشديد لابد ان احنا نتكلم فيها. اتكلمنا عن التزوير والتسنين واتكلمنا عن كل حاجه في قطاعات البراعم والناشئين. جه الحاجه الاهم بقى اللي هو المدرسه، اللي هي الكوره، اللي هي المدرب والعنصر الاساسي للكره المصريه. للاسف الشديد انديه كتير ما بتحافظش على ده. ولكن بقى قبل ما اخش على حلقتنا النهارده في عندي حاجه مهمه قوي. الشعب المصري في فتره من الفترات لقينا انتشار كبير جدا على صفحات الفيسبوك وكله بيدين الرئيس الفرنسي على الموقف اللي حصل تجاه الاديان واتجاه الدين الاسلامي بالذات. انا طبعا بتطرق للاحداث دي لان هو حدث يعتبر امن قومي. يعني ايه امن قومي؟ ايوه، لان كل الناس اتكلمت على الموضوع، وطبعا الغيره على الدين غيره قويه جدا، الناس كلها تتكلم فيها ما فيهاش مشكله. لكن كان في موقف حصل ايام السادات الله يرحمه لما راح جوه اسرائيل نفسها واتكلم بصوت عالي قوي وقال ان مصر دي فوق الجميع، وقالها فين؟ هناك في اسرائيل، ورجع مصر بلده الوطن. النهارده بيكررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمه جوه فرنسا، واللي بعض الناس قالت احنا عمالين ندين 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 وحضرتك رايح هناك تتضايف. لا، الرئيس ما كانش رايح يتضايف، هو راح هناك عشان يرجعنا للذاكره القديمه شويه، بس بشكل ايه بقى؟ ممكن بشكل علمي،
ممكن باسلوب، هو الرئيس متعود على الاسلوب ده ان هو يوصله للناس بالشكل ده. انا ابقى جوه في بيتك واقول لك الكلام ده. من حق كل الناس ان تتكلم عن الحريات. هناك ليهم وظائف معينه، والرئيس ماكرون رد على الصحفي وقال له احنا عندنا الصحفيين بتكتب واحنا ما نقدرش نتكلم ونقول لهم ده غلط وده صح. في ناس تانية بترد، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد على تعقيبا لي وما كانش متوجه للسؤال، خد الكلمه. ودي طبيعه المصري على فكره في اي مكان، مش الرئيس بس. طبيعه المصري انه لازم يظهر في المواقف الصعبه ويرد وقت كبير. الرئيس عبد الفتاح السيسي رد. وطبعا انا مش هحرق كل كلام، لان طبعا اكيد المصريين كلهم شافوه، اللي كل الناس كانت بتقول او معظم الناس او اقليه من الناس قالت هو راح ليه وعمل وسوى. هو راح علشان التوقيت ده واتكلم على الازهر الشريف وقال ان دي منبر كبير جدا الرجوع ليه في كل وقت. يعني الازهر الشريف اتذكر في فرنسا هناك علشان يبقى المسمى واضح. عارفين بعدها بيومين ايه اللي حصل؟ ان كل المسميات الدينيه اللي موجوده في فرنسا بقى ليها شكل كبير وبقت ليها مقننه وممنوع الاقتراب والتصوير زي المناطق العسكريه اللي موجوده في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي هرم مصر وهرم الوطن العربي، وقريبا ان شاء الله باذن الله للعالم سيطره كبيره جدا. بحييك ايها القائد، بحييك ايها القائد المصري على كلامك جوه فرنسا والكلام المحترم جدا احتراما للدين الاسلامي، دينك ودين كل المصريين. بأيدك في كل قراراتك اللي انت قلتها فعلا في الموقف ده، واللي اتكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال كلمة مميزة جدا، لو انت عايز تتكلم بلاش تجرح في الآخرين. هو ده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشوف الفيديو الكلام ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الإسلامي كدين وسطي جيد. اللي أنا عايز أقوله في النقطة ديت، وأرجو إن احنا أصدقائنا في فرنسا وفي العالم كله ينتبه لها، وأرجو يعني أنا مش هاخد المقاربة بتاعت زميلنا اللي سأل وقال إن احنا يعني ده حق من حق الإنسان. عايز أقول هو من حق الإنسان إن هو يبقى يعتنق ما يعتنقه ويرفض ما يرفضه، ولكن أتصور إن احنا محتاجين نتوقف ونتأمل، وأرجو أن الرسالة دي تصل لكل أصدقائنا في العالم كله مش بس في فرنسا، حتى في منطقتنا. أن مهم أوي أن احنا وإحنا بنعبر عن رأينا أن احنا ما نقولش من أجل القيم الإنسانية تنتهك قيم دينية. المرتبة بتاعت القيم الدينية أعلى كتير من القيم الإنسانية، لأن القيم الإنسانية هي قيم احنا اللي عملناها ونستطيع أن احنا نطورها أو نعمل لها ترشيد في استخدامها. إنما القيم الدينية دي قيم، إذا كنا بنعترف إن الأديان دي نزلت من قبل الخالق العظيم سبحانه وتعالى ربنا، فهي تسمو ومقدسة فوق كل المعاني وكل القيم. وبالتالي أتصور إن التساوي بين قيم إنسانية ونحن نحترمها ونقبلها وبين قيم دينية يبقى في أمر محتاج مننا زي ما أقول منتهى الهدوء منتهى التوازن من غير ما ننفعل خالص. من فضلكم يعني يتصور يعني إذا كان إنك تقول تعبر عن رأيك يكون سبب في جرح مشاعر مئات الملايين، وترى أن هذا الأمر لا يمكن يعني حتى توجيه مراجعة لي. احنا ما بنتكلمش على كل الحريه وما بنتكلمش على كل التعبير، بنتكلم عن النقطه دي بس. ارفض ما تؤمنش ما فيش مشكله، ده حق، لكن انك تجرح ملايين الناس في مشاعرهم الايمانيه امر ما تصور. بالقيم الرفيعه اللي موجوده في فرنسا وموجوده في العالم المتقدم اللي يرفض المساس بحقوق ومشاعر الاخرين، ان هو يجرح مئات الملايين ويهينهم في دينهم، أتصور إن ده موضوع محتاج بالراحة وبهدوء إن إحنا نفكر فيه ونراجعه يعني. شكرا. معناها إنه بيجرح مئات الملايين، ما قالش بقى مئات الآلاف، لا ده بيقول مئات الملايين، يعني عدد كبير جدا، ممكن كمان ما يكونش مقصود بيه مصر بس، ده كل الوطن العربي، كل المسلمين في العالم. هو ده الكلام. نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس فرنسا وهو بيتكلم نظرة أكيد ما يفهمهاش غير العربي اللي هو دمه حامي.
ما يفهمهاش غير اللي دايما خايف على دينه وشرفه وعلى وطنه. هي دي النظرة اللي بتتفهم بيها العربي. النهارده ده رئيس عبد الفتاح السيسي هو قوة عسكرية، هو أصلا رجل عسكري، يعني عنده الوطن لا يباع ولا يشترى. هو ده اللي حصل في فرنسا، هو ده اللي حصل ورد اعتبار مش عبر الفيس، مش عبر تليفون، لا ده أنا هاجي لك بيتك، وهاجي لك بيتك وهقول لك كلك على بعضك كده موجود، لا تمثل إلا نفسك وإلا دولتك. لكن إحنا في مصر هنا أكيد بنمثل العروبة، ودي أهم حاجة عندنا. بشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكره شكرا جزيلا على وقفته رد اعتبار ليس فقط للمصريين ولكن للعالم الإسلامي أجمع. طبعا بشيد طبعا، ودي حاجة محترمة جدا، لازم أقدم الشكر لأخي العزيز طبعا فوزه في انتخابات 2020 نبيل عسكر، دكتور نبيل عسكر، بعد معاناة شديدة جدا جدا لفت انتباهي إن في ترشيحه أو إن هو في وجوده، عشان ما اخرجش عن الحديث او السياق، اللي ينجح النهارده في انتخابات بدون مال سياسي او بدون تدخل سياسي او بدون مسانده او بدون وساطه، اكيد في الزمن اللي احنا فيه ده تبقى حاجه كويسه جدا، تبقى حاجه محترمه جدا. مش عشان بيحمل اسم عسكر انا هقعد اشيد فيه، ولكن هي احقيه لازم اقولها. في تجاوزات حصلت اكيد في الانتخابات، اكيد جدا، زي ما في تجاوزات في الرياضه، زي ما في تجاوزات في كل حاجه، ما خدوا بالكم. رئيس النادي او رئيس الدوله، طيب احنا معانا اتصال طبعا عشان نبارك له على الهواء، معالي النائب القادم باذن الله طبعا لمجلس النواب 2020 نبيل عسكر. اهلا وسهلا بيك يا معالي النائب. اهلا بحضرتك. طبعا الف مبروك، ببارك لك، ليس فقط علشان فوزك في انتخابات 2020، ولكن الفوز تستحقه لان الاول مره في تاريخ الانتخابات الكم العائد من الاصوات اللي يحصل في دايره كبيره جدا، دايره هيا وابو كبير في الشرقيه، اللي بتضخ كبير جدا من عدد السكان. انا طبعا بحييك وبقول لك الف مبروك، وان شاء الله باذن الله تكون خطوه ايجابيه لما هو قادم. الله يبارك لحضرتك، وانا يعني بشكر القضاء المصري الشامخ على اداره العمليه الانتخابيه بكل عدل وحياديه، وبشكر طبعا اهلي هيا وابو كبير لدعمهم ليا ووقفتهم مع صوت الشباب، ووقفتهم مع الحق، ووقفتهم باقتناع بفكري والاجنده العمل اللي انا مجهزها ان شاء الله. طبعا يعني مهما اتكلم واقول مش هوفيهم حقهم، لان طبعا الحمد لله رجحونا باعلى الاصوات ووقفوا معانا بدون اي مقابل، ووقفوا محبه لينا وامنوا بالقضيه والفكر، لاننا احنا مجموعه كبيره خالص، مش واقف على نبيل عسكر، في مجموعه شباب ومجموعه ناس كبار متخصصين محترمين من كل فكر ان احنا نساعد الدوله المحترمه، الدوله القياده السياسيه اللي شغاله، اللي بتعمل بنيه اساسيه في البلد وطورت البلد. فاحنا مجموعه قلنا نبدا بنفسنا ونطور بلدنا ونصنع قرارنا بايدينا، في بنيه تحتيه عملاقه بتتعمل في الشارع المصري. طيب دكتور نبيل، هل احنا بنسمع كتير على برامج انتخابيه كتير بتحصل من النواب، وطبعا مجرد ما وصلنا للكرسي الموضوع بيختلف، وما بنلاقيش لبرنامج ولا بنلاقي النائب فاضي خالص، ولكن اكيد عندكم في محافظه الشرقيه الوضع بيختلف، لان كلكم اسر وكلكم قاعدين في مكان، يعني مش هنلاقي دكتور نبيل في مره واحده لا خد فيلا في التجمع او بقى في مكان في روكسي او ساب المحافظة وبقى في حته تانية خالص عشان يبقى قريب من المجلس، خطوتين يبقى قريب من المجلس. تواجدك بعد الفتره دي والفتره القادمه اللي هتكون حساسه جدا ليك ولكل محافظه الشرقيه. انا يعلم الله، انت كنت بتكلم في المؤتمرات بتاعتي بقول لهم خلي الايام اللي جايه اللي تثبت، الايام ما فيش اسرع منها. يعني الايام اللي جايه هتعرف للكل والجميع ان احنا عايزين نشتغل ونعمل حاجه لبلدنا، عايزين نساهم في بناء مصر. ما هو انت معلش لما تساهم في بناء بلدك والمركز بتاعك وتطور منه، انت كده بتساهم في بناء مصر، بتساعد الدوله في التنميه، بتساعد الدوله في صناعه القرار، بتساعد الدوله في تمام يا دكتور نبيل الشعب وتثقيف الشباب. طب دكتور نبيل، التواجد ده الايام اللي هتثبته. طيب دكتور نبيل، تسمح لنا ندعوك لحلقه كامله ان شاء الله باذن الله وفي مقرك الانتخابي في وسط اهلك، حلقه طبعا لنعرض كل الكلام واللي حضرتك بتقوله، لان موضوعك كبير ومش محتاج مجرد مداخله. فانا بدعوك طبعا وبدعي قدام الساده المشاهدين يبقى في حلقه كامله لحضرتك نعرض فيها كل اللي ما هو قادم ان شاء الله. ان شاء
شرف كبير ان انا احضر معاكم في لقاء، وان شاء الله ان شاء الله في اي وقت ان شاء الله. وشكر لحضراتكم، شكرا ليك والف مبروك. شكرا ليك دكتور نبيل عسكر، طبعا الدائره الكبيره جدا في هيا وابو كبير محافظه الشرقيه، الف الف مبروك. اعزائي المشاهدين، احنا على موعد مع القراءه المصريه، ولكن النظيفه اسلوبا اخلاقيا، تربيه جيل جديد مع كبار المدربين، كابتن احمد سمير تاريخ كبير جدا جدا كلاعب وكمدرب في النادي الاهلي المصري، والان في نائب مدير قطاع البراعم في نادي انبي، كابتن احمد سراج. طبعا اول ما اقول كابتن سراج اكيد مصر كلها عارفه مين كابتن احمد سراج، تاريخ قوي جدا جدا لانه الوحيد الحاصل على بطولات الجمهوريه في مصر، لاعب النادي الاهلي السابق ومدرب نادي الاهلي السابق وايضا المدير الفني 2003 نادي انبي. نخرج مع الفاصل ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه.